ليش تحتاج في الغرفة إعادة هيكلة اللجان الدائمة؟ اللجان تمثل العمود الفقري حق عمل الغرفة، وهي الداينامو على أساس أنها تساهم في تطوير السوق التجاري. بناء على ذي طبعاً إحنا خذنا عدد من العوامل اللي نبتدينا نشكل اللجان في هذا. ابتدينا طبعاً في تقييم اللجان في الدورات السابقة، خذنا في الاعتبار عدد من العوامل، من ضمنها طبعاً المعايير الدولية. ثانياً شنو كانت نتائج وتوصيات هاللجان، وهل هي ساهمت في الجي دي بي؟ موقع اللجان اللي كانت عندنا سابقا عددهم 24، وهل هي كانت تغطي القطاع الغير نفطية؟ وطبعا موقعها مقارنة بفيجن 2030. ومن هذا المنطلق طبعا اكتشفنا ان ما نحتاج اكثر من 10 لجان دائمة، وهي بتركز على كل القطاعات في السوق التجاري. اليوم طبعاً إحنا مستلمين 700 طلب حق الأشخاص المرشحين روحهم حق العشر لجان الدائمة، وطبعاً هذا يدل على نجاح اختيارنا حق القطاعات اللي بنركز عليها. شيء طيب التنويع في الطلبات اللي استلمناها من الأشخاص المهتمين أن يكونون من ضمن هذه العشر لجان. الحين طبعاً قاعدين إحنا نجتمع مع المرشحين حق رئاسة كل لجنة على أساس إن نفهم رؤيتهم حق القطاع اللي هم بيمثلونه. اللجنة اليوم ما بتركز بس على المشاكل اليومية، بتركز على رؤية إنها تساعد السوق التجاري البحريني تكون مستدامة ومتطورة. ومن التغييرات طبعاً اللي صارت اليوم تشكيل المجموعة التنسيقية. المجموعة التنسيقية بيمثلها رؤساء العشر لجان بالإضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. شنو طبعاً هدف المجموعة التنسيقية؟ هي عدة أهداف عندها، طبعاً من ضمنها إرشاد وتوجيه رؤساء اللجان، تقييم رؤساء اللجان، وتعزيز طبعاً تعاون بين العشر لجان عشان نقدر نساعد الأعضاء في تحقيق أهدافهم ورؤيتهم. اليوم قدرنا نوفر لهم دليل شامل بيساعد كل عضو في كل لجنة يوصل بطريقة سهلة إلى تحقيق الأهداف اللي هي بتكون أهداف الغرفة وأهداف السوق التجاري.